نبدأ مع حضراتكم أول أخبارنا إن إحنا يعني عايزين نتكلم أكيد بداية في المباراة بالأمس طبعا أمام المصري. هي انتهت يعني يمكن على غير ما إحنا كنا نتمنى، طبعا كان في خسارة لفريقنا بهدف، شفنا ماتش، شفنا أداء بيتم على الأرض، شفنا كمان قوة الفريق المنافس بصراحة، خلينا نتكلم بمنتهى الحق، لكن شفنا برضو بعض الحاجات اللي عليها علامات استفهام. لو احنا بقى هنعمل كده او هنقيم المشهد بالامس، طبعا على كل حال هارد لك طبعا الجهاز الفني واللعيبه، هارد لك لينا، اول خساره في الموسم اكيد بتبقى موجعه، بس هي مش نهايه المطاف، احنا لسه كمان عندنا مباريات كتيره ولسه بنحاول اهو نتدخل او نعيش في الدور الاول يعني، فامكانيه فكره التعويض هنا موجوده بشكل مريح، موجوده بشكل مريح، ما فيش مشكله، لكن اكيد لو احنا برضو هنكون فار اكيد عندنا اخطاء فنيه، مش هينفع ان احنا نطلع نقول عملنا اللي علينا، لا عندنا اخطاء فنيه، لكن الامور دي ممكن ان هي يتم تداركها في اللي جاي باذن الله. طيب هنتكلم عن الضغط برضو يا كريم، لان دي برضو نقطه مهمه، لو احنا هنبقى فار ضغط، في ضغط مباريات، بتتكلم مباريات محليه، بتتكلم مباريات افريقيه، كل ده اكيد ليه دور مهم جدا في فكره هنا برضو الحاله البدنيه اللي اللاعب يبقى فيها، فهي اثرت، اثرت بشكل كبير. تاني هرجع اقول ده بالاضافه لبعض الاخطاء الفنيه، احنا مش بنحاول نطلع نبرر ابدا، لكن لو برضو هنبقى فار خليني اقول لحضراتكم، معلش بقى امبارح برضو اللي هنتكلم، واحنا اتكلمنا مش بس يعني مش هنتكلم عن بس امبارح او ده كلام اول مره هنقوله، ده كلام قلناه كتير قوي واتكلمنا فيه كتير قوي واتكلمنا فيه حتى في المباريات اللي احنا كنا فيها فايزين، النقطه دي مهمه، اتكلمنا في ده حتى واحنا فايزين مش بس واحنا بنخسر. الاخطاء التحكيميه يا كريم طبعا انت تابعت امبارح كانت حاجه غريبه قوي، يعني تاني طبعا الحكم محمود عاشور، يعني بس الواحد عايز يفهم هو في ايه، يعني في حاجه برضو يبقى انت داخل الماتش وبتتفرج وقاعد وحاجه بالعين المجرده يا كريم بتقول طب هو ازاي الحكم مش شايفها، طب هو ازاي الحكم عداها، طب يا جماعه احنا هنفضل كده لغايه امتى، طب المجهود اللي بيبذل على الارض ده هو بيبذل على الارض كده في الفاضي، هو احنا ليه ما بنركزش في الحاجات اللي زي كده. تاني الاخطاء التحكيميه وبمنتهى الصراحه، ولو انا غلطانه انا او كريم حضراتكم ابعتوا لنا حد يغلطنا، لا معلش لها دور اساسي في خساره الفريق بالامس، ومش مباراه امس بس، تاني في مباريات كتيره جدا كان فيها اخطاء تحكيميه واثرت على مجريات المباراه. طيب اللي حصل امبارح بكل وضوح ده، وبنتكلم عن الخطا التحكيمي من كابتن محمود عاشور اللي اثر بشكل واضح برضو في خساره الاهلي من المباراه، هل هيعدي كده ولا هنعمل ايه؟ والسؤال ده اعتقد احنا بنساله لنفسنا كل مره،